بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الجزيرة الرياضية الكرام أينما كنتم، نحييكم عشاق ومحبي الكرة الآسيوية، محبي ومتابعي وعشاق الأحمر العماني، أهلا ومرحبا بكم مع لقاء الفرصة الأخيرة للمنتخب العماني الذي يستضيف اليوم منتخب أستراليا متصدر هذه المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة للتصفيات المونديالية المؤهلة لنهائي كأس العالم. إذن التصفيات المونديالية دخلت مراحل الحسم من خلال الجولات الأخيرة لدور المجموعات قبل الانتقال إلى التصفية النهائية المؤهلة للمونديال القادم البرازيلي في عام 2014. ماذا أعد المدرب الفرنسي بول أغوين مدرب المنتخب العماني لهذا اللقاء الصعب في مواجهة الساكرز، في مواجهة المنتخب الأسترالي المتربع على صدارة هذه المجموعة الرابعة، بينما عمان تأتي في المركز الرابع لديها نقطة واحدة من ثلاثة لقاءات. لقاء الفرصة الأخيرة كما قلنا اليوم أمام الأحمر العماني في ملعب السلطان قابوس لنيل ثلاث نقاط نتمناها أن تكون عمانية، هذا ما يريد العمانيون، هذا ما يريد عشاق المنتخب الأحمر، بينما يبحث المنتخب الأسترالي عن نقاط ثلاث تضمن له تأهل مبكر. يبدو أنه أصبح قريب جدا من متناول المنتخب الأسترالي الذي يلعب على يسار الصورة بالقمصان التقليدية باللونين الأصفر والأخضر، بينما المنتخب المستضيف المنتخب العماني باللون الأحمر على يمين السادة المشاهدين. تشكيلة المنتخبين قبل انطلاقة وبداية هذه المباراة كانت على النحو التالي: علي الحبسي في حراسة مرمى المنتخب العماني، الحارس المميز، الحارس البارع وكابتن وقائد الفريق، بينما يلعب في خط الظهر عيد الفارسي محمد الشيبة، حسن أو حسين الحضري، سعد سهيل، حسن مظفر، عبد السلام جمعة، عبد العزيز محياني، عماد الحوسي المهاجم الكبير المهاجم المتألق، وأحمد حديد. أحمد كانوا جيل رائع عماني، يعني كان ينتظر منه الوصول وتمثيل الكرة العمانية للمرة الأولى في تاريخ الكرة العمانية في مونديال البرازيل. عموما الفرصة لا زالت قائمة وإن أصبحت صغيرة. تشكيلة المنتخب الأسترالي: مارك شوارزر في حراسة المرمى، لوكاس نيل، أنتوني ويليامز، ويلكشير، جوشا كينيدي، هاري كيول، هولمان، جيداك، كارل فاليري، ماتيو ماكاي، وسبيرانوفيتش. المباراة انطلقت منذ لحظات، طبعا طاقم تحكيم بحريني بقيادة الحكم السيد علي حسين عبد النبي، يساعد المساعد الأول السيد جلال محفوظ، المساعد الثاني نواف موسى، والحكم الرابع الحكم الكويتي السيد يوسف المرزوق. إذن انطلاقة اللقاء، لحظات قليلة على البداية، والمحاولة الأولى العمانية بأقدام الحوسني على الناحية اليسرى، عرضية فيها خطورة، فيها محاولة، ولكن الدفاع الأسترالي يتدخل يبعد الخطر. لقاء الفريقين ذهابا في الشهر الماضي انتهى أسترالي بثلاثة أهداف نظيفة. كرة أمامية من أحمد كانو، إنما زالت تماما في أيدي شوارزر الحارس العملاق للمنتخب الأسترالي، إن كان مارك شوارزر يعني حارس عملاق وحارس كبير في تشكيلة وكتيبة الكرة الأسترالية. يبقى علي الحبسي واحد من أبرز وأبرع حراس المرمى في الوطن العربي، يعني برأي شخصي متواضع هو الأبرز على الساحة حاليا. عموما كما قلنا هي يعني مجموعة وتشكيلة عمانية، ربما جيل ذهبي مر على الكرة العمانية، نتمنى أن تنتهي به الأمور إلى الوصول المونديالي أو على الأقل إلى اجتياز عقبة هذا الدور، وإن كانت الأمور صعبة في هذه المجموعة المعقدة المجموعة الرابعة. أستراليا تنفرد بالصدارة، تنطلق بقوة كبيرة جدا بثلاثة انتصارات، ثم المفاجأة حضور المنتخب التايلندي بهذه القوة في المركز الثاني بأربعة نقاط، بينما التراجع كان من نصيب المنتخبين الشقيقين المنتخبين العربيين السعودية وعمان، المركزين الثالث والرابع على التوالي، نقطتين للسعودية، نقطة واحدة لعمان. كل التوفيق لممثلي العرب عموما في هذه التصفيات وفي هذه المجموعة بالثالث المجموعة الرابعة. انطلاقة لهول، يحاول أو كول أسف على الناحية اليسرى، النجم الكبير هاري كول، النجم الشهير للكرة الأسترالية لسنوات طويلة، والنجم الكبير في الملاعب الإنجليزية، يعني نشط لسنوات طويلة جدا. هاري كول، عرضية والكرات العالية بالتأكيد يبقى أو تبقى السلاح القوي للمنتخب الأسترالي، في يعني يستمد طرائق اللعب، يستمد أسلوب ومنهجية
الأداء من خلال المدرسة الإنجليزية، ومعروف عن المنتخب الأسترالي القوة البدنية العالية، معروف استغلال الكرات الهوائية، يعني كما قلت هي مدرسة إنجليزية. كرة طويلة من علي الحبسي مشتركة فيها اللعبة قصيرة بالرأس، تعود في وسط الميدان لمصلحة الضيوف. ويلكشير على الناحية اليمنى، عودة للخلف من ويلكشير باتجاه زميله أنتوني ويليامز. ويليامز نقلته محاولة امتصاص حماس لاعبي المنتخب العماني في بداية هذا اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الأسترالي. هاري كويل هذا هو اللاعب الذي كما قلت لعب طويلا في بطولة الدوري الإنجليزي من 96 حتى 2008، افتتح المسيرة مع نادي ليدز يونايتد في 96، ثم انتقل إلى ليفربول قبل أن يغادر الأراضي الإنجليزية متوجها إلى الدوري التركي إلى نادي جالاتا سراي، ويعود بعد ذلك إلى الديار في هذا الموسم إلى نادي ميلبورن فيكتوري الأسترالي. هاري كويل 33 عام و54 لقاء دولي، 16 هدف للمنتخب الأسترالي في كرة سريعة تطول وتبتعد عن ماتيو ماكاي خارج الملعب فيها رمي التماس. طبعا كما قلت لقاء الفريقين انتهى بانتصار أسترالي بثلاثة أهداف بيضاء، بثلاثة أهداف نظيفة. أتمنى أن تتغير الحال، أتمنى أن تتبدل الأحوال ويستطيع المنتخب العماني أن يقدم مستواه المعروف في هذا اللقاء. هولمان كينيدي وتشيتناك هم الذين سجلوا في لقاء الذهاب للمنتخب الأسترالي، كلهم موجودين على أرضية الملعب في لقاء اليوم. كرة مقطوعة في وسط ميدان، تعود أسترالية مرتدة سريعة باتجاه كول من استقبال ودفاع عماني وتدخل ممتاز من جانب سعيد سيل أو سعد سيل. عودة مجددا للخط الخلفي، تنظيم الهجم محمد الشيبة، محمد الشيبة إلى أحمد كانو. أحمد كانو لاعبين بارعين، أسماء مميزة، أسماء ألفناها اعتدناها أحببناها في تشكيلة المنتخب العماني في السنوات الأخيرة. لمسة سريعة ونقلة جميلة في الناحية اليمنى، أميرة أمامية من حسن مظفر، حاول اختراق وانطلاق حسني بالترقب في الخط الأمامي، الكل ينتظر عطاءات هذا المهاجم المميز. انتقالات سريعة كانوا من جديد في وسط الميدان، لمسات بين لاعبي المنتخب العماني والبحث على الثغرة الحضري، وهي كرة أمامية مقطوعة من أمام الحوسني، تعود من جديد أسترالية في وسط الميدان عن طريق كارل فاليري. تحدثنا وقلنا أنه المنتخب العماني يحتل المركز الأخير، المركز الرابع في هذه المجموعة، نقطة واحدة جناها من تعادل وحيد كان أمام شقيقه السعودي سلبيا بدون أهداف، ثم هزيمتين أمام تايلاند بهدفين نظيفين وأمام أستراليا بثلاث أهداف. يعني استقبلت الشباك العمانية حتى الآن خمس أهداف، ولم يستطع المنتخب العماني أن يسجل هدفه الأول في هذه التصفيات. يبحث المنتخب العماني عن أول أهدافه، منتخبين فقط لم يسجلا حتى الآن في هذه التصفيات، المنتخب العماني والمنتخب الطاجكستاني. يعني شتان بين المنتخبين، المنتخب العماني يملك الإمكانيات، يملك اللاعبين المميزين ويملك الأسماء القادرة، أما الوضعية حتى الآن غير مواتية. الحوسن استقبال كرة فيها لمسة يد على ما يبدو، ولكن حكم اللقاء يعني يترك أفضلية اللاعب لمصلحة المنتخب الأسترالي. جاء ضيفا ثقيلا زائرا صعبا في هذا الملعب في استاد السلطان قابوس. أستراليا ثلاث انتصارات، فوز على عمان كما قلنا بخلاف الفوز يعني بثلاثية على عمان، هناك فوز على تايلاند بهدفين لهدف، وفوز على السعودية بثلاث أهداف لهدف أيضا. كرة أمامية للمنتخب الأسترالي، العوبة بالرأس تجاه عيد الفارسي، يسقط على أرضية ملعب ويحصل على خطأ. هذا هو عيد الفارسي أمامنا على الصورة، تسعة منتخبات عربية تشارك في هذه التصفيات المونديالية في دور المجموعات الحالي في الدور الثالث قبل الانتقال إلى الدور الحاسم. طبعا 20 منتخب موجودة في هذه التصفيات في هذا الدور، في الدور الثالث قسمت على أربع مجموعات أو على خمس مجموعات، كل مجموعة ضمت أربعة منتخبات، ستأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الحاسم، إلى دور التأهل إلى نهائيات مونديال البرازيل 2014. كرة سريعة للمنتخب الأسترالي، نقلات قصيرة ماتيو ماكاي، ماكاي تمريرة في الناحية اليسرى باتجاه كول، البحث عن الثغرة يبدأ من الناحية اليسرى لمصلحة المنتخب الأسترالي من خلال تواجد هاري كول أمامنا على الصورة. أسماء لامعة حقيقة أيضا في الكرة الأسترالية التي أثبتت تميزها تألقها في السنوات الأخيرة سواء على المشاركات القارية والعالمية، و يعني دخولها إلى المنافسة ومساحة الصراع الآسيوي.
كان هدفها الأساسي بالتأكيد هو التمثيل للمونديالي بشكل مستمر للكرة الأسترالية. شاهدنا بول غوين مدرب المنتخب العماني المدرب الفرنسي الشهير حتى الآن اللي محقق كثير مع المنتخب العماني. كرة في الناحية اليمنى فيها عرضية داخل منطقة الجزاء والخطورة دائما من هذه الكرات، لكن علي الحبسي موجود، علي الحبسي دائما ثابت في مكانه. علي الحبسي مرمى نادي ويغان أثلتيك الإنجليزي، تألق وتميز وبراعة ورشاقة، 29 عام متر و94 سنتيمتر. وطبعا يعني علي الحبسي لعب في أندية عديدة سواء في الدوري الإنجليزي أو في الكرة العمانية أو حتى لنادي رين النرويجي، لعب طبعا لأندية بولتن وويغان. المدرب الألماني هولدر أوسك مدرب المنتخب الأسترالي، قاد المنتخب الأسترالي في بطولة أمم آسيا الأخيرة في الدوحة ونجح بالوصول إلى المباراة النهائية، لكنه سقط أخيرا أمام عقبة الكمبيوتر الياباني أمام أبناء الساموراي. 10 دقائق مرت على انطلاقة الشوط الأول، لازال الرتم والإيقاع هادئ. عرضية أسترالية والكرات العالية هي الكرات التي يعتمد عليها حتى الآن المنتخب الأسترالي في هذا اللقاء. لمسة سريعة كرة باتجاه سعد السهيل في الناحية اليمنى، من السهيل إلى عبد العزيز، عبد العزيز يهود إلى سعد مجددا، لكن الكرة خاطئة، هذه الكرات غير مطلوبة بكعب القدم سريعة فيها لمسة فنية ولمحة خطيرة أسترالية، إنما علي الحبسي في المكان المناسب، علي الحبسي في المكان المناسب يتصدى. الكرة خطيرة من جانب المنتخب الأسترالي والأخطاء غير مسموحة أبدا أمام مهاجمي وقناصي ولاعبي المنتخب الأسترالي البارعين تماما بعكس الهجوم بسرعة كبيرة باتجاه مرمى الخصم. واحد من مميزات المنتخب الأسترالي عموما الكرة تعود لمصلحة الضيوف. المنتخب الأسترالي كما قلت يعني دخل المعترك الآسيوي من خلال اللعب في التصفيات الآسيوية المختلفة والدخول في المنافسات القارية الآسيوية، وكان الهدف الأساسي واضح حقيقة هو تجاوز عقبة الوصول إلى المونديال العالمي. كانت يعني عملية صعبة في كثير من الأحيان على المنتخب الأسترالي، ودائما ما كان يقف عند المحطة ما قبل الأخيرة، قبل بلوغ النهائيات، قبل بلوغ المونديالات العالمية المختلفة، تقف عجلة المنتخب الأسترالي ولا يستطيع المواصلة لأنه يستضم المكان، كثيرا ما كان يستضم بعقبة الملحق اللاتيني. وبالتالي بعد كأس العالم 2006 وبعد الوصول للمنتخب الأسترالي كان الوصول يعني الثاني تاريخيا، الوصول الأول كان في 74 في ألمانيا، ثم الوصول الثاني 2006 في ألمانيا، ثم بعد ذلك كما قلنا الانتقال للتمثيل الآسيوي والوصول إلى كأس العالم الماضي جنوب أفريقيا 2010. كرة لمصلحة المنتخب الأسترالي في وسط الميدان، تمريرة قصيرة من جوشا كينيدي، تحويل اللعب على الناحية اليسرى، هدوء لازال يعني يصبغ هذا اللقاء، هي مباراة الفرصة الأخيرة والفوز مطلوب للمنتخب العماني. النقاط الثلاث ربما تغير مجريات كل شيء، ربما تغير مجريات الأمور للأحمر العماني في هذه التصفيات المونديالية. عموما كرة رأسية من سعد السهيل خارج الملعب فيها أول ركنية بعد مرور 13 دقيقة تقريبا على بداية وانطلاقة أحداث الشوط الأول. ينجح المنتخب الزائر المنتخب الأسترالي الضيف في هذا اللقاء بحصول على ركنية أولى، بينما يعادل الكرة الأخيرة تصويب المحاولة من كارل فاليري، وصلت سهلة بعد أن اصطدمت بالدفاع، وصلت سهلة في أيدي علي الحبسي. هاري كول يحاول الضغط على الحبسي، هاري كول وعلي الحبسي كلاهما لعب في الدوري الإنجليزي. الحبسي لازال موجود، كول غادر، هذه عرضية فيها خطورة، فيها رأسية تبر جانبية بسلامة جانبية مرت على أو الرأسية مرت جانبية على مرمى الحارس علي الحبسي. توا المدافع لوكاس نيل ارتقى لمتابعة هذه اللقطة، هذه الكرة عموما لاحظ يعني تفوق واضح في البناء الجسماني في الأطوال الأسترالية على حساب مدافعي المنتخب العماني.
لم يرتقي كثيرا نيل في الكرة الماضية، لكنه كان واضح أنه يتفوق من حيث الطول من حيث القامة على مراقبه وخصمه والمدافع الذي لازمه في الكرة الماضية. عودة لسعد السيل من جديد اتجاه أحمد حديد، أحمد حديد مقطوع الكرة، كول الانطلاقة المرتدة العكسية الخطيرة، تدخل ممتاز من الشيبة، محمد الشيبة يتدخل بشكل مميز في اللقطة الماضية ويحظى بتصفيق الجماهير القليلة التي حضرت في ملعب السلطان قابوس في مباراة اليوم. ربما يعني الجماهير أصيبت بشيء من فقدان الأمل، لكن هذا غير مطلوب في عالم كرة القدم. يعني الجماهير العمانية معروفة بقوتها بمحبتها للأحمر العماني بتشجيعها الكبير وراء المنتخب العماني، خاصة في هذه السنوات الذهبية، في السنوات الجميلة التي عاشتها الكرة العمانية. إنما في لقاء اليوم يعني كما قلت كانت الصدمة بعد الهزيمتين للمنتخب العماني أمام أستراليا وأمام تايلاند والتعادل السلبي أمام المنتخب السعودي، الجماهير ربما أحست بشيء من فقدان الأمل، لكن يبقى الأمل موجود. وويلكشير على تنفيذ كرة ثابتة فيها خطورة رأسية جديدة لكن عالية جدا عن مرمى علي الحبسي، حول خارج الملعب إلى ركلة مرمى، رأسية اللاعب سبيرانوفيتش أمامنا على الصورة. كرة عرضية ورأسية من سبيرانوفيتش لكن بعيدة جدا كرة سبيرانوفيتش، واحد أيضا من اللاعبين المميزين سبيرانوفيتش في صفوف المنتخب الأسترالي، يلعب لنادي روا ريد دايموندز الياباني، يبلغ من العمر 23 عام، لاعب شاب. وعموما يعني كثيرا مع عاب المنتخب الأسترالي في السنوات الأخيرة هو كبر أعمار لاعبيه، كبر السن، كان يوصف المنتخب الأسترالي في السنوات الأخيرة بالمنتخب العجوز، لاعبين لعبوا لسنوات طويلة لكن الآن بدأ التجديد في صفوف الساكرز وبدأ لاعبون جدد يأتون إلى التشكيلة الأسترالية. دخول في تشكيلة الساكرز كما قلنا، إذا ربع ساعة مرت على انطلاقة أحداث الشوط الأول، التعادل السلبي لازال متواصل بعد 16 دقيقة على البداية والانطلاقة، لا شيء للفريقين لا شيء للمنتخبين. نتيجة بالتأكيد لا تخدم مصالح المنتخب العماني ولا ترضي طموحات وآمال عشاق ومحبي الأحمر العماني. كرة أمامية مقطوعة من جديد في وسط الملعب، عيد الفارسي يغير لعب باتجاه زميله سعد سيل على الناحية اليمنى أو باتجاه أحمد حديد، أحمد حديد نقلات سريعة فيها التقدم، الفارسي أمامية الحوسني يسقط على أرضية الملعب. ماذا يقول حكم اللقاء؟ يواصل اللعب الحكم البحريني يا سيد علي حسين عبد النبي، يطلب مواصلة اللعب بالرغم من سقوط الحوسني في اللقطة الماضية مع كرة مشتركة كانت بينه وبين الدفاع الأسترالي. المهاجم القناص، المهاجم الرائع عماد الحوسني سقط في اللقطة الماضية لكن حكم اللقاء طلب بمواصلة اللعب. مشاهد الإعادة توضح الأمر بشكل أكبر. عيد الفارسي مرة أخرى بدأ التحرك الآن، عيد الفارسي حسن الظفر واللعب في وسط الميدان باتجاه أحمد حديد، أحمد حديد دفع كرة بينية بالفعل الحوسني لوجود التسلل، هدف أول، هدف أول عماني، هدف جميل للقناص مرعب الحراس عماد الحوسني، يصوب بشكل رائع أرضية يمينية على يمين الحارس شوارزر، يسجل أول أهداف اللقاء بخفلة من الدفاع الأسترالي، يستغلها في البينية المتقنة في عمق دفاع المنتخب الأسترالي ويتفوق على الحارس شوارزر بلمسة واحدة فنية معتادة لعباد الحوسني. القناص الرائع أمامنا على الصورة وفرحة وكالمعتاد على طريقة عباد الحوسني يحتفل بهدفه الأول ويحتفل مع زملائه بأول أهداف المنتخب العماني في هذه التصفيات في هذا اللقاء في هذه المجموعة الرابعة. هدف رائع شاهد لعادة من جديد، أحمد حديد يهيئ بينية مثالية باتجاه الحوسني، لمسة وتسديدة في غاية الروعة في الزاوية اليمنى الأرضية لشباك الحارس مارك شوارزر، أول أهداف الأحمر العماني في هذا اللقاء. إذن عمان هدف، عمان تتقدم على المنتخب الأسترالي بأول أهداف المباراة، هدف جميل جدا لعماد الحوسني في الشباك الأسترالية يفتح به باب التسجيل في هذا اللقاء ويفتح به باب الأمل من جديد للأحمر العماني في هذه التصفيات.
اتمنى ان تتم الامور على خير ما يرام، والدفعه المعنويه جاءت الان، مطلوب استغلال ذلك والانطلاقه عمليه جديده مع خطا تحت انظار الحكم علي حسن عبد النبي، تحت انظار الحكم البحريني السيد علي حسن عبد النبي، فيشر اول بطاقه صفراء للوكاس نيل بعد المجهود الفردي الممتاز من عبد العزيز المحياني. إذن ينجح المنتخب العماني في استغلال مهارات لاعبيه، في استغلال فرديات لاعبيه، في البينية المثالية لأحمد حديد باتجاه الحوسني، والحوسني يستقبلها بلمسة، يعالجها بثانية ويسجل على يمين الحارس هدف أول في هذا اللقاء. لاحظ مرة أخرى مهارة وبراعة الحوسني، لاحظ الأرضية مثالية بكل ذكاء بكل دهاء بكل خبرة وأناقة ورشاقة، ثم ينطلق الاحتفال. نعم ينطلق الحوسني الاحتفال بأول أهداف اللقاء. فتحت الأهداف العمانية في هذه المجموعة كما قلت ربما تفتح باب الأمل من جديد مع كرة ثابتة فيها خطورة. حسين الحضري على التنفيذ، المشاهد هذا الثاني سريع عماني والتصويب رائع جدا، لكن مارك شوارزر كان حاضر، شوارزر يبعد اللقطة الخطيرة والخطيرة جدا بقدم الحضري. لاحظ كيف بحث عن المقص الأيسر لمرمى شوارزر، لكن يعني ارتماء حقيقة بارعة رائعة من مارك شوارزر تبعد الخطر مؤقتا، لأنه الأحمر العماني انطلق، الأحمر العماني انفجر في وجه الساكرز في وجه المنتخب الأسترالي. في عرضية فيها خطورة فيها رأسية، ولكن كرة عالية، كرة عالية من عبد العزيز تتحول خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أتمنى أن يستغل المنتخب العماني هذه اللحظات التي تشهد تفوق معنوي واضح وتفوق على مستوى الأداء لمصلحة الأحمر العماني على حساب ضيفه المنتخب الأسترالي. لوكاس نيل وأول بطاقة صفراء في هذا اللقاء للمدافع الأسترالي لوكاس نيل، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي. كرة مشتركة، لاحظ كما قلت المعنويات عادت للاعبي المنتخب العماني، الجماهير الفرحة على مدرجات ملعب السلطان قابوس. كرة سريعة فيها لمسة تجاه، يستغل لحظات الارتباك التي يمر بها أيضا المنتخب الأسترالي. يعني الهدف حقيقة خلط الأوراق بشكل واضح على أرضية ملعب اللقاء. كرة لمصلحة سبيرانوفيتش، سبيرانوفيتش عمان التي تبحث عن وصولها التاريخي الأول باتجاه المونديال البرازيلي، وعمان التي ظهرت مرتين النهائيات الآسيوية، مرتين وصلت عمان لنهائيات كأس آسيا، لكنها تريد أن تصل إلى المنافسة الأغلى، المنافسة الأكبر على مستوى كرة القدم في العالم. يعني قاطبة كرة طالت على المنتخب الأسترالي، طالت أمام جوشا كينيدي، واحد من اللاعبين الذين سجلوا في اللقاء الماضي ثلاثية المنتخب الأسترالي. طبعا حاليا المنتخب العماني يقف في التصنيف العالمي الثالث بعد المئة، في المركز 103 المنتخب العماني، لكن أعلى تصنيفات المنتخب العماني تاريخيا كانت في أغسطس عام 2004 عندما وصل إلى المركز 50 عالميا. كانت قفزة كبيرة حقيقة للمنتخب العماني، بينما المنتخب الأسترالي تصنيفه العالمي أو ترتيبه على لائحة الفيفا ويقف في المركز 20 عالميا. وأفضل ترتيب للمنتخب الأسترالي تاريخيا كان في سبتمبر عام 2009 عندما يعني وصل ونجح بالوصول للمركز 14 على لائحة التصنيف الدولي. كرة طالت على محمد الفارسي أو على عيد الفارسي، عيد محمد أو عيد الفارسي، كرة طالت عليه وتحولت من أمامه. تكون رمي التباس لمصلحة المنتخب الأسترالي. نلعب في الدقيقة 24 لشوط المباراة الأول، عمان تتقدم بهدف الحوسني بعد ثلث ساعة، بعد 20 دقيقة على انطلاقة وبداية هذه المباراة. نجح الحوسني في تغيير خريطة هذا اللقاء، في تغيير معالم هذه المواجهة بتسجيل أول أهداف اللقاء بعد بينية مثالية من أحمد حديد، وصلت إلى الهداف القناص الحوسني، استقبلها وسددها
ببراعة بأناقة وسجل فيها أول أهداف. كول خطير، هاري كول يسقط لكن لا وجود للخطأ. فارسي بينية سريعة بعيدة عن الحوسني، الحذر والتروي مطلوب الآن بعد أن كانت النشوة حاضرة وبعد أن كان الفرح والمعنويات العالية موجودة يعني بعد تسجيل هدف. بالتالي كان هناك شيء من الاندفاع وشيء من الارتباك للاعبي المنتخب الأسترالي، لكن الأمور تهدأ الآن والمنتخب الأسترالي صاحب خبرة كبيرة قادر على ضبط نفسه سريعا وقادر على استعادة نسقه ورتمه وإيقاعه مجددا، وهذا ما يحاول يفعل الآن. بالتالي لاحظ المنتخب الأسترالي يعود للضغط من جديد، بينما تراجع عماني. الحذر كل الحذر من هذه الكرات والتصويب عالي. كما قلت المنتخب الأسترالي منتخب كبير، منتخب صاحب خبرة يعني لا ينقص الخبرة، بالتالي قادر على ضبط الصفوف مباشرة وقادر على استعادة التواصل سريعا كما يفعل الآن في هذه اللحظات. المنتخب العماني عليه أن يسير الأمور بروية بهدوء بتعقل بدون تعجل. هل يصل للشباك الأسترالية لشباك شوارزر للمرة الثانية في هذا الشوط الأول؟ ستكون نتيجة كبيرة جدا لو حققها المنتخب العماني في شوط المباراة الأول، ستكون نتيجة مثالية جدا للأحمر العماني على حساب السكرز على حساب المنتخب الأسترالي. أقل من ثلث ساعة، أقل من 20 دقيقة متبقية في عمر الشوط الأول. هدف دون مقابل للنتيجة المسجلة حتى الآن بأقدام عماد الحوسني. المهاجم الرائع، المهاجم البارع الذي نجح في ترجمة الفرصة الخطيرة. عماد الحوسني يلعب دوليا للمنتخب العماني منذ عام 2003 من حالة تسلل على كيول. كيول أمامنا على الصورة موجود في مصد التسلل، بينما كما قلنا يعني عماد الحوسني صاحب الهدف الوحيد كما قلت يلعب دوليا للمنتخب العماني عام 2003، لعب 65 لقاء دولي وسجل 31 هدف دولي لمصلحة الأحمر العماني في إعادة التسلل على كيول. 27 عام عماد الحوسني من مواليد عام 84 وتجربة كبيرة، رحلة احترافية طويلة لعماد الحوسني مر فيها بالعديد من الملاعب العربية والخليجية، كان له تجربة يعني قصيرة. هنا حالة تسلل على كول من جديد الذي يستاء ولا يعجب القرار لكول. كول كما قلت يعني غير معجب بقرار حكم اللقاء، لكن حالة التسلل موجودة. كما قلت عماد الحوسني كان له تجربة قصيرة في نادي شارلوروا البلجيكي. حالة التسلل في هذه اللقطة باللمسة الرأسية لهاري كول. هو عماد الحوسني صاحب الهدف الوحيد. كان المنتخب الأسترالي من جديد طويل الحبسي يخرج من مرماه، كان فيها خطورة، كان فيها لمحة خطيرة، لكن علي الحبسي يحسن التقدير ويحسن الخروج ويمسك بهذه الكرة. بعد محاولة عمانية نقترب من نصف ساعة على انطلاق أحداث الشوط الأول، التقدم لازال بالهدف الوحيد لعماد الحوسني. منذ قرابة 7 دقائق الجماهير العمانية تعود للتشجيع مرة أخرى. كانوا أحمد كانوا ينقل اللاعب في الناحية اليمنى، طلب الكرة من أحمد حديد في وسط الميدان، لكن عودة للخلف، عودة للدفاع ثم باتجاه الحبسي من جديد. الكابتن القائد الحبسي يلعب كرة طويلة أمامية، هي لمسة راسية وفيها خطأ على ما يبدو مخالفة على عماد الحوسني، بالتالي خطأ وركلة حرة غير مباشرة يشير إليها حكم اللقاء. ملعوبة سريعة على الناحية اليسرى. المنتخب الأسترالي يحاول أن يفك رموز الدفاع العماني بتغيير وتنويع طرائق اللعب. الاعتماد واضح طبعا على الكرات الطويلة، الكرات العالية، هذا واضح وهذا كما قلنا منهج وأسلوب يعني ثابت للكرة الأسترالية على غرار المدرسة الإنجليزية. لكن هناك أيضا بعض المحاولات للتسديد من بعيد، بعض المحاولات للاختراق، بالتالي محاولة تنويع الوسائل للتخلص من هذه الرقابة الدفاعية العمانية القوية. هنا كرة مشتركة، أحمد كانو سلامات على أرضية الملعب، من السلامة للاعبين، سلامات للاعب العماني أحمد كانو، والسلامات أيضا للاعب الأسترالي ويلك شير. اصطدام يعني كان بين اللاعبين، اصطدام قوي وتدخل وروح قوية من جانب أحمد كانو في هذه اللقطة بالذات، يعني
أعتقد هو من تعرض للإصابة أحمد كانو، واحد من نجوم الكرة العمانية في هذه السنوات الأخيرة. عطاء كبير لأحمد كانو. أحمد مبارك لاعب النصر الكويتي. أحمد كانو بدأ المسيرة هذه العروبة، انتقل بعد ذلك إلى الدوري السعودي والإماراتي والقطري، والآن حاليا في الدوري الكويتي كما قلنا، يلعب دولي المنتخب العماني منذ عام 2004. كرة ثابتة وخطأ جديد من الأخطاء، 5 أخطاء على المنتخب الأسترالي مقابل خطأين على المنتخب العماني. المنتخب العماني حتى الآن يؤدي مباراة جيدة جدا حتى الدقيقة 30 بعد نصف ساعة على بداية وانطلاقة أحداث الشوط الأول. علي الحبسي والتوجيهات، التعليمات للمدافعين لتجنب الكرة الجديدة الخطيرة على مرمى المنتخب العماني، وكل الكرات الثابتة فيها خطر من جانب لاعبي المنتخب الأسترالي. أحمد كانو يغادر أرضية الملعب لاستكمال العلاج، بينما 30 دقيقة مرت نصف ساعة على بداية الشوط الأول، أقل من ربع ساعة على نهاية الدقائق الكامل للشوط الأول، والتقدم عماني بهدف دون مقابل عن طريق الحوسمي. هذه كرة من بعيد لكن أرضية، كرة أرضية بعيدة من هاري كيول. حتى الآن لم ينجح المنتخب الأسترالي في تهديد مرمى الحبسي بشكل واضح، وهذا جيد، يعني يجب أن يحافظ المنتخب العماني على ذلك، على هذه الطريقة، على هذا الأسلوب، إبعاد لاعبي المنتخب الأسترالي عن شباك ومرمى علي الحبسي. دائما ما شاهدنا لاعبي المنتخب الأسترالي يعني يحاولون مسافات بعيدة من مشارف منطقة الجزاء، غير قادرين على الاختراق، وهذا مطلوب وهذا يجب أن يستمر حتى النهاية، برغم صعوبة المهمة، برغم صعوبة المنافس. حقيقة الكل يعرف يعني قوة المنتخب الأسترالي الذي جاء محملا بثلاثة انتصارات بنقاط كاملة، بعلامة كاملة في 3 لقاءات في 3 مواجهات سابقة في هذه المجموعة، انتصر على الجميع، فاز ومر من أمام المنافسين جميعا بنجاح كامل للمنتخب الأسترالي في اللقاءات الماضية. لكن وما نشهد سقوطه للمرة الأولى إذا ما واصل الأحمر العماني التألق وتقديم الأداء الطيب في هذا اللقاء، وهذه الروح القتالية، عودة أولا للحسني ثم يعني حركة أكروباتية وكرة فيها لمحة فنية وفيها روح قتالية تدلل على رغبة اللاعبين العمانيين. هذه الكرة مقطوعة كانت خاطئة، وانطلاقة بالهجمة المرتدة سريعة خطيرة الحضري على مشارف منطقة الجزاء، بينية شديدة من حديد، لكن كرات أحمد حديد حقيقة في قلب الدفاع الأسترالي في ظهر المدافعين الأستراليين، فيها خطورة واضحة، فيها ذكاء وفنيات عالية من أحمد حديد. أحمد حديد صنع الهدف الوحيد في هذا اللقاء حتى الآن لزميله عماد الحوسني. يرتكب الخطأ أحمد حديد، هنا تدخل واضح، خطأ يعني في مكانه أعتقد لإيقاف الهجمة الأسترالية، لإيقاف تقدم اللاعب هولمان في وسط الملعب. كرة للمنتخب الأسترالي، نقلات قصيرة، كارل فاليري يغير اتجاه اللاعب تماما باتجاه اللاعب أنتوني ويليامز على الناحية اليمنى. ويليامز عودة من جديد إلى لوكاس نيل صاحب خبرة كبيرة، سنوات طويلة لهذا اللاعب لوكاس نيل، كما قلت ينشط حاليا في الدوري الإماراتي، لاعب الجزيرة الإماراتي، لاعب نادي الجزيرة لوكاس نيل، واحد من اللاعبين الذين لعبوا سنوات طوال مع المنتخب الأسترالي. لمسة راسية فيها عرضية في مخالف مرة أخرى، وعيد الفارسي يرتكب الخطأ. عيد الفارسي يقوم بارتكاب الخطأ، لاعب ووكشر هذه الكرة المشتركة، وسقوط ووكشر بعد ذلك على أرضية الملعب. بول جوين بالتأكيد حتى الآن سعيد بأداء المنتخب العماني، لكنه قلق والقلق سيبقى متواصل حتى النهاية السعيدة. 40 عام بول جوين مقابل 63 عام المدرب السيد هولدر أوسيك، مدرب المنتخب الأسترالي، مدرب فرنسي على دكة بدلاء المنتخب العماني، مدرب ألماني على دكة بدلاء واحتياط المنتخب الأسترالي. وكرة ثابتة
والكشير على التنفيذ، فيها خطورة دائما هذه اللقطات الأصعب والأخطر. والكشير عرضية بالرأس عالية، عرضية تتابع من سبيرانوفيتش بلمسة رأسية لكن تعلو المرمى، تعلو عارضة الحارس علي الحبسي. لاحظون العرضية من ويلكشير وهنا الرأسية من سبيرانوفيتش، لكن اعتلت العارضة ومرت لتكون ركلة مرمى لمصلحة علي الحبسي. كرة طويلة وصلت دقيقة 35، أكثر من آخر 10 دقائق. تقدم لازال عماني في رابع ظهور في رابع جولات التصفيات الآسيوية في المرحلة الثالثة المؤهلة للمرحلة النهائية التالي إلى مونديال 2014 المونديال البرازيلي. كرة المنتخب الأسترالي في الناحية اليسرى، محاولة الانطلاق والتقدم، كرة في عرض الملعب على مشارف منطقة الجزاء، لمسة بالرأس من حسن مظفر. تعود من جديد في وسط الميدان، والكشير إلى لوكاس نيل، لوكاس نيل إلى والكشير. يبدو حتى الآن والكشير أكثر اللاعبين تحركا في أرضية الملعب، أكثر اللاعبين تنقلا في أرضية الميدان. دائما ما نشاهده على الناحية اليمنى باستمرار، ونشاهده أيضا في وسط الملعب يحاول أن يمول زملائه بالكرات بالتمريرات يعني الفرص والمحاولات، لكن حتى الآن غير قادر المنتخب الأسترالي على صناعة الكثير في هذا اللقاء. هنا تمريرة خطيرة، عودة مظفر يحمل كرة بشكل ممتاز أمام الظهير الأيمن أنتوني ويليامز. ينجح حسن مظفر في حماية هذه الكرة وينجح في إبقائها بحوزة المنتخب العماني، بحوزة الكابتن والقائد للمنتخب العماني علي الحبسي من خلال ركلة مرمى والحفاظ على الكرة من حسن مظفر في اللقطة الماضية. إذن 36 دقيقة مرت على بداية وانطلاقة هذا اللقاء، هدف الحوسني لازال وحيدا قبل نهاية الشوط الأول ب9 دقائق. واضح أن المنتخب العماني يبحث عن إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة، ثم بعد ذلك سيكون هناك يعني وضع جديد، هناك وضع مختلف في شوط المباراة الثاني، ستكون التعليمات من السيد بول جوين، لكن يعني العملية ستكون صعبة بالتأكيد للحفاظ على هذا الفوز إن لم يتم تعزيز الهدف بهدف ثاني من جانب المنتخب العماني. ماتيو ماكاي حتى الآن المنتخب الأسترالي حقيقة أعتقد أنه يقدم أسوأ شوط في مبارياته الثلاث، وهذه المباراة يعني في مبارياته الأربعة التي لعبت حتى الآن، هذا أسوأ ظهور للمنتخب الأسترالي، أسوأ أشواط المنتخب الأسترالي، وأيضا واحد من أفضل الأشواط التي قدمها المنتخب العماني حتى الآن في هذه التصفيات. هناك روح عالية، هناك المعنويات تسيطر على أداء اللاعبين عموما، كرة فيها خطورة وتدخل جديد للدفاع العماني، تدخل حكم اللقاء يشير طبعا إلى ركلة ركنية. عبد السلام جمعة طالب باحتساب ركلة مرمى، لكن حكم اللقاء لاحظ الإعادة مرة أخرى، الكرة مشتركة. جمعة بالفعل الكرة اصطدمت بقدم هولمان قبل أن تبادر. حكم اللقاء لم يعني يكن لديه زاوية رؤية واضحة، وكرة سهلة في أيدي الحبسي، كرة سهلة وحقيقة حارس رائع يمنح الثقة للاعبين للجماهير. شاهد يعني الجماهير تحب اللقطات التي يظهر فيها علي الحبسي، تعشق حارسها المفضل النمبر 1 علي الحبسي. قلت برأيي شخصي متواضع الأبرز على الساحة العربية، بالتأكيد يعني من الأبرز على الساحة الآسيوية، واحد من أبرز الحراس حقيقة علي الحبسي. كرة لمصلحة المنتخب الأسترالي، حسن مظفر يحاول الضغط، أو هذا عبد العزيز يحاول الضغط، حاول خطف الكرة، تحول على الناحية اليسرى لمصلحة المنتخب الأسترالي، وأحمد كانو من جديد بروح عالية، انطلاقة مرتدة سريعة، محاولة عمانية لكن الكرة أطول من اللازم، أبعد ما يجب قبل أن تخرج إلى رمي التماس. المنتخب الأسترالي يستعيد هذه المحاولة، يستعيد هذه الكرة من جديد من أمام المنتخب العماني. هدف دون مقابل، ونقترب
من الدقائق الخمس الأخيرة لشوط المباراة الأول، لازال الأحمر العماني يتقدم بهدف الحوسني في حدود الدقيقة 20 لشوط المباراة الأول. كرة داخل منطقة الجزاء فيها خطورة، كيول إلى وولكشير ينقل عرضية في القائم الثاني في القائم البعيد، والمتابعة بالتسديد بالكرة البعيدة، بالكرة التي تتحول إلى ركلة مرمى من قدم هاري كيول صاحب الخبرة الطويلة، صاحب 33 عام كما قلت، عاد في هذا الموسم، عاد إلى الأراضي الأسترالية إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي. كرة سريعة للمنتخب العماني، عبد العزيز قصيرة جهة الحضري، الفارس على الناحية اليسرى، خلت جميلة على مشارف منطقة جزاء الحارس شوارزر، سعد إلى الأمام، كرة باتجاه الفارسي الذي يسقط على أرضية الميدان ويحصل على خطأ تحت أنظار حكم اللقاء السيد علي حسن عبد النبي، كان قريب من هذه اللقطة. 40 دقيقة مرت على بداية وانطلاقة هذه المواجهة، هذه المباراة الحاسمة، مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب العماني في التصفيات المونديالية في هذا وفي هذا اللقاء في هذه الجولة الرابعة. والتدخل واضح، تدخل قوي وبطاقة صفراء بالتأكيد مستحقة على سبيرانو فاتش بعد التدخل ضد عيد الفارسي من الخلف. كرة ثابتة، شاهدنا فرصة كبيرة من كرة ثابتة للمنتخب العماني، صوبها وسددها براعة حسين الحضري لكن تألق في إبعادها مارك شوارزر. كرة ثانية في الجهة المعاكسة في الجهة الأخرى، إنما تبدو أبعد من الكرة الأولى، لكن في مواجهة المرمى أيضا ومن الممكن أن تلعب داخل منطقة الجزاء. شوارزر يترقب، كان هناك يعني بعض الكلمات، بعض المشاورات ربما بين السيد علي حسن عبد النبي الحكم الرئيسي حكم اللقاء والحكم الرابع الحكم الكويتي السيد يوسف المرزوق. كرة ثابتة إذن، خطيرة عمانية على المرمى والشباك الأسترالية، حضري ومظفر وأحمد حديد أمام الكرة، الحضري من جديد يصوب كرة رائعة، الحضري صاحب التسويبات الرائعة من الكرات الثابتة في هذا الشوط الأول، لكنه لم يكن محظوظ في مرتين في كرتين يمينية قوية تلتف باتجاه الزاوية الضيقة اليسرى لمرمى الحارس مارك شوارزر بأطراف الأصابع أولا ثم بمعاونة القائم الأيسر ثانيا، كرة تتحول إلى ركنية والمنتخب العماني كان قريب من الهدف الثاني. عرضية داخل منطقة الجزاء، المنتخب العماني يستحق التقدم في هذا الشوط الأول، سجل هدف جميل جدا ولعب بذكاء كبير وأتيحت له كرتين ثابتتين صوبهما حسين الحضري ببراعة كبيرة جدا، لكن كان محظوظ مارك شوارزر في اللقطة الثانية، كان بارعا في اللقطة الأولى، يعني لا نهضم مارك شوارزر حقه، كان بارع في اللقطة الأولى لكنه كان محظوظ في الكرة الثانية. عموما الماكينة العمانية تعمل بشكل ممتاز في هذا الشوط الأول، أداء راقي وأداء حقيقة فيه يعني دراسة واضحة للخصم من قبل السيد بول جوين. أعتقد أن بول جوين في شوط المباراة الأول تفوق على نظيره السيد هولدر أوسيك، طبعا بفضل أداء اللاعبين، بفضل التزام اللاعبين تعليمات المدرب، وكل لاعب يعني يؤدي ما عليه ويؤدي بأكثر من طاقته، أداء متميز في الدفاع في الهجوم، والمرتدات تشكل خطر كبير على الشباك الأسترالية. عيد الفارس من جديد في وسط الملعب إلى أحمد كانو، كرة سريعة في الناحية اليمنى الحوسني صاحب الهدف الوحيد، ينطلق في الناحية اليمنى من أجل تعزيز الهدف بهدف ثاني، كرة تطول نوعا ما لكن تبقى عمانية، والعرضية تأتي برمية أو بركلة ركنية، تأتي بركلة ركنية عرضية سعد سيل في اللقطة الماضية، ثالث ركنيات المنتخب العماني في شوط المباراة الأول مقابل ركنيتين للمنتخب الضيف للمنتخب الأسترالي. 43 دقيقة مرت من العفو الرابعة، والأربعين دقيقة وبضع ثواني فقط على نهاية أحداث الشوط الأول في وقته الأصلي. كرة ثابتة شديد المنتخب العماني، الحضري حول عرضية داخل منطقة الجزاء فيها خطورة، الشيبة محمد الشيبة لكن تطول الكرة عليه إنما تبقى عمانية،
فيها رمي جانبية هذه المرة لمصلحة الأحمر العماني. الأداء الأجمل للمنتخب العماني في المباريات الأربعة حتى الآن هو في هذا الشوط، بينما على العكس تماما المنتخب الأسترالي يقدم يعني أضعف أداء له حتى الآن. لكن السبب الأساسي هو تميز لاعبي المنتخب العماني، وهنا مهارة فردية من حسن المظفر لكن فيها سقوط، كرة تعود من جديد مشتركة. صافر حكم اللقاء يشير إلى خطأ على أحمد كانو. بطاقة صفراء تظهر مرة أخرى في هذا اللقاء عزيز المحياني. هذه عاد كانت الكرة المشتركة في اللقطة الماضية بين محمد الشيبة وبين لاعب المنتخب الأسترالي. إذن آخر الثواني في الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، 45 دقيقة تنتهي تقريبا في هذه اللحظات، تنتهي بالكامل في هذه اللحظات. نتيجة عمانية بهدف الحوسني من الدقيقة 20 تقريبا في شوط المباراة الأول. عرضية مباشرة خارج الملعب، إذن دقيقة واحدة يقدرها حكم اللقاء السيد علي حسن عبد النبي، ويشير بها الحكم الرابع الحكم الكويتي السيد يوسف المرزوق. دقيقة واحدة تفصل المنتخب العماني عن الخروج إلى حجرات الملابس بنتيجة التقدم بهدف عماد الحوسني. وإن كان المنتخب العماني قادر على بلوغ الشباك للمرة الثانية في لقطتين، في كرتين، في محاولتين من كرات ثابتة، من لمسات رائعة، من تسديدات دقيقة وتصويبات كانت يعني مميزة من الحضري. يعني اصطدم بتألق شورزر في كرة، واصطدم بمعونة القائم الأيسر لمارك شورزر في الكرة الثانية. كرة ثابتة، دقيقة واحدة إذن قدرها حكم اللقاء كوقت محتسب بدل ضاع في شوط المباراة الأول. الدقيقة تكاد تنتهي أيضا، والمنتخب العماني إذن في هذه اللحظات بالذات يخرج المنتخب العماني متقدما على المنتخب الأسترالي بهدف وحيد. إذن هي الصورة النهائية التي أسعدت جماهير ملعب السلطان قابوس بتقدم المنتخب العماني على نظير الأسترالي بهدف هذا المتألق عماد الحوسني في الدقيقة 20 من شوط المباراة الأول. أحبتي الكرام، نلقاكم مطلع الشوط الثاني، حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التحيات وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الجزيرة الرياضية الكرام. نعود وإياكم من جديد لمتابعة الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع المنتخب العماني مع ضيفه المنتخب الأسترالي ضمن مواجهات ومباريات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة المؤهلة للتصفيات النهائية الآسيوية المونديالية لمونديال البرازيل 2014. المنتخب العماني أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدف وحيد بتوقيع وأمضاء المهاجم القناص عماد الحوسني في الدقيقة 20 لشوط المباراة الأول. نجح الحوسني في تغيير نتيجة هذا اللقاء وفي إعطاء التقدم لمصلحة الأحمر العماني على حساب ضيفه المنتخب الأسترالي على حساب الساكرز. هدف كان جميل لعماد الحوسني في شوط المباراة الأول، وأداء ممتع مقنع مميز للاعبي المنتخب العماني على حساب المنتخب الأسترالي. إذن الهدف الوحيد بقي وحيدا في الشوط الأول، نتمنى أن يعزز بهدف ثاني عماني في هذا الشوط لتكون النتيجة أكثر يعني طمأنة لإنصار وعشاق ومحبي الأحمر العماني. إذن شوط ثاني ينطلق بصافرة الحكم البحريني السيد علي حسن عبد النبي. المنتخب العماني باللون الأحمر المعتاد على يسار الصورة، المنتخب الأسترالي بالألوان الصفراء والخضراء على يمين السادة المشاهدين. إذن هدف وحيد كان جميل رائع لعماد الحوسني. كيف ستكون الصورة في شوط المباراة الثاني؟ نتذكر سريعا تشكيل الفريقين مع انطلاقة لحظات هذا الشوط. علي الحبسي في حراسة المرمى الكابتن والقائد في التشكيلة العمانية، عيد الفارسي، محمد الشيبة، حسين الحضري صاحب التصويبات الخطيرة في شوط المباراة الأول، سعد سهيل، حسن مظفر، عبد السلام جمعة، عبد العزيز محياني، عماد الحوسني، وأحمد حديد، وأحمد كانو. هذه التشكيلة العمانية في شوط المباراة الأول التي قدمت أداء هو الأفضل حتى الآن للمنتخب العماني في ظهوره الرابع في هذه التصفيات في المرحلة الثالثة. بينما المنتخب الأسترالي يلعب في هذا اللقاء بمارك شورزر في حراسة المرمى، لوكاس نيل، أنتوني ويليامز، ويلكشير، جوشا كينيدي، هاري كول، هولمان، جيد ناك، كارل فاليري، ماتيو ماكاي، وسبيرانوفيتش. طبعا المنتخب الأسترالي حاول في شوط المباراة الأول أن يعدل النتيجة لكنه لم ينجح، اصطدم بدفاع منظم، اصطدم بأداء
مميز للاعبي المنتخب العماني. نتمنى أن يستمر هذا التنظيم الدفاعي وهذا التركيز الكبير للاعبي المنتخب العماني حتى النهاية. يعني كما قلت عمان قدمت شوط الأفضل حتى الآن في هذه التصفيات على عكس أستراليا لم تظهر بصورتها التي اعتدنا عليها من خلال اللقاءات الثلاث الأولى والتي حصدت فيها العلامة الكاملة. كما قلنا اجتازت الجميع بدون صعوبات تذكر بدون معاناة تذكر عندما نجحت في الانتصار على تايلاند هدفين لهدف، على السعودية 3 أهداف لهدف وعلى عمان 3 أهداف نظيفة في أستراليا. لكن اليوم الحسابات تغيرت وعمان تسجل أول أهدافها في هذه المجموعة بعد تعادل سلبي مع السعودية وخسارتين أمام تايلاند بهدفين نظيفين وأمام أستراليا ب3 أهداف. عمان تسجل أول أهدافها بأقدام الحوسني وتعيد أمالها من جديد، تحيي أمالها في هذه التصفيات. كرة لمصلحة عادل عزيز محياني في الناحية اليسرى، انطلاقة أولى عمانية في شوط المباراة الثاني. هدف ثاني سيعني أن المنتخب العماني بدأ يسير على الطريق الصحيح، طريق العودة للتألق، هذا التألق الذي كان كبيرا في السنوات الأخيرة لمصلحة الأحمر العماني في مختلف المشاركات في مختلف البطولات، وتوج بالتأكيد يعني باللقب الكبير للمنتخب العماني في خليج 19 بعد يعني تقديم أداء حقيقة كان كبير وكبير جدا من التشكيلة العمانية على حساب المنتخبات الخليجية المختلفة. إذن كرة طويلة، هذه محاولة في حالة تسلل، راية مرفوعة وحالة تسلل يشير إليها الحكم المساعد الثاني السيد نواف موسى. بولغوين بالتأكيد سعيد بالتأكيد يريد المزيد، يريد لمنتخب عمان يسجل الهدف الثاني لكي ترتاح الأعصاب وتصبح المهمة أكثر يسرا وسهولة في مواجهة هذا المنتخب القوي، المنتخب العنيد، المنتخب الأسترالي الذي أصبح مرعبا للقارة الآسيوية عموما. كانوا يعود للحبسي ومباشرة تشتيت الكرة من علي الحبسي خارج الملعب، رمي التماس. إذن يعني الحوسني سجل أول أهداف المنتخب العماني في هذا اللقاء، وأول أهداف المنتخب العماني جاءت بشباك المنتخب الأسترالي، بينما يعتبر اللاعب الكبير اللاعب العماني الكبير اللاعب المتميز بدر الميمني هو أول من سجل في الشباك الأسترالية تاريخيا في نهائيات آسيا عام 2007، في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2007 التي توجت العراق بلقبها في أول مشاركة لأستراليا كانت في التصفيات الآسيوية عموما أو في النهائيات الآسيوية. أول مشاركة للمنتخب الأسترالي شهد تسجيل أول هدف عماني بتوقيع اللاعب الكبير بدر الميمني. كرة تصل سهلة باتجاه علي الحبسي، لاحظ يحاول أن يهدئ الأمور، يحاول أن يلعب بهدوء في مواجهة المنتخب الأسترالي، وهذا هو المطلوب دائما أن تكون هادئ في مثل هذه المواجهات في مثل هذه اللقاءات الصعبة الحاسمة. كانوا في وسط الملعب، أحمد كانو يحول لعب إلى الناحية اليسرى، حسن مظفر سريع باتجاه الحضري، الحضري يحافظ على كرته. حقيقة يجيد المنتخب العماني التعامل مع دقائق اللقاء الخمسين التي مرت حتى الآن، 5 دقائق في عمر الشوط الثاني، لازال التوازن في أداء الأحمر العماني قائم. هذه محاولة من بعيد، محاولة تسديد لعيد الفارسي، لكن الكرة تعلو العارضة تعلو المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى لمصلحة مارك شوارزر. ركلة مرمى لمصلحة مارك شوارزر الذي يستمر التقدم العماني بهدف وحيد بهدف الحوسني. يستمر التقدم بهدف الحوسني، هدف جميل كان في شوط المباراة الأول بعد تمريرة بينية مثالية ضربت الدفاع الأسترالي. كرة أحمد حديد كما قلنا، إذن يعني أول هدف عماني تاريخيا سجل في الشباك الأسترالية بأقدام الميمني في 2007 في اللقاء الذي جمع المنتخبين في تلك البطولة في أول مشاركة للكرة الأسترالية في النهائيات الآسيوية. كانت أول مشاركة للمنتخب الأسترالي
في النهائيات الآسيوية، ويعني كان المنتخبان في مجموعة واحدة في المجموعة الأولى التي ضمت في ذلك الحين العراق أستراليا تايلاند وعمان، وانتهى اللقاء بين أستراليا وعمان بالتعادل هدف لهدف. تيم كاهل هو من سجل المنتخب الأسترالي في ذلك اللقاء هدف التعادل، كان في وقت قاتل. هذه الكرة خطيرة فيها فرصة كبيرة، محاولة داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يتألق، وحسن مظفر يبعد الخطر ويبعد الكرة في اللحظة الأخيرة. كرة سريعة من جديد للمنتخب الأسترالي، خطير الآن في هذه اللحظات باتجاه هاري كيول، البحث عن الخطير عن الهداف داخل منطقة الجزاء هاري كيول. الدفاع العماني لازال صامد وإن كان الخطر أصبح أكبر مما شاهدنا في شوط المباراة الأول. هذا متوقع، المنتخب الأسترالي لن يهدأ، بالتالي طلبنا ولازلنا نطالب المنتخب العماني بالهدوء بالتماسك بالحفاظ على التقدم وبمحاولة تعزيز هذا التقدم. الانطلاقة عكسية، مرتدة سريعة في وسط ميدان أحمد حديد أمامه ثلاثة لاعبين، يختار اللاعب في الناحية اليسرى خطير الحسني داخل منطقة الجزاء عماد إلى عبد العزيز، كرة لم تطاوع عبد العزيز لكن تبقى عمانية، تبقى لمصلحة المنتخب الأحمر العماني على الناحية اليمنى أحمد حديد، مواجهة لاعب للاعب أحمد حديد يختار التمرير سريع وانطلاق الحضري داخل منطقة الجزاء، فيها فرصة فيها محاولة تضيع على المنتخب العماني، ضاعت هذه المحاولة الخطيرة جدا، يجب التمسك والتشبث بكل فرصة بكل لقطة بكل محاولة، مجهود يحسب للحضري مجهود يحسب للاعبي المنتخب العماني. هنا بدأت الكرة، سعد السيل حولها، الحضري اخترق ومر وراوغ وتغلب على سبيرانوفيتش، لكن الكرة الثانية لم تكن مثالية، يعني لم تأتي بتسديدة ولم تأتي بتمريرة، بالتالي مرت سريعة بعيدة جدا عن الحوسني، وأيضا لم تكن باتجاه المرمى مباشرة، لكن كما قلت يعني يجب التشبث بكل لقطة بكل فرصة بكل محاولة للمنتخب العماني. لو كانت هذه الكرة في الشباك لتغيرت الحسابات وتغير كثير من المعطيات في هذه المباراة، وحتى يعني جملة وتفصيلا في هذه المجموعة عموما، لأنه عودة المنتخب العماني بالنقاط الثلاث وفوزه في هذا اللقاء سيعيد آماله تماما في المنافسة على بطاقة من بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة. كرة طويلة، استقبال بالصدر عن طريق ماتيو ماكاي، لمسة في وسط الملعب كان فاليري، والكرة السريعة في الناحية اليمنى لمصلحة المنتخب الأسترالي، يضغط بشدة في هذه الجهة اليمنى في شوط المباراة الثاني. فاليري عرضية خطيرة فيها رأسية، لكن مع وجود الخطأ والكرة عموما كانت عالية، دائما نحذر من الكرات العالية، دائما المنتخب الأسترالي خطير وخطير جدا في مثل هذه الكرات. لاحظ عرضية كارل فاليري استقبلها وتابعها جوشا كينيدي داخل منطقة الجزاء، كما قلت يعني التفوق من حيث طول القامة للاعبي المنتخب الأسترالي على حساب مدافعي المنتخب العماني. عبد السلام جمعة كان في مراقبة كينيدي، لكن كينيدي هو الأطول، جوشا كينيدي اللاعب الذي يحترف في الدوري الياباني 29 عام متر و94 سنتيمتر، طول قامة فارع للاعب ناغويا غرامبوس الياباني ودولي منذ 2006 مع الساكرز مع المنتخب الأسترالي. هذه كرة الحوسني، حوسن قصيرة إلى أحمد حديد، من جديد يحاول التنويع باللعب المنتخب العماني، عرضية فيها خطورة فيها لمسة رأسية إلى الحضري، حائم هذه الكرة أمام المرمى الأسترالي، وأحمد كانو يتخذ القرار يصوب من بعيد باللمسة الأولى مباشرة، كانت الكرة من أحمد كانو قوية لكن اصطدمت بالدفاع الأسترالي، تعود من جديد لمصلحة الضيوف في وسط الملعب. المباراة أصبحت بين أخذ ورد، أصبحت مثيرة، أصبحت أكثر سرعة مما شاهدنا في شوط المباراة الأول. انطلاقة جديدة للمنتخب الأسترالي من ويلكشير على الناحية اليمنى التي أصبحت بالتأكيد يعني هي منطلق كل العمليات، وهنا التصويبة، تصدي رائع للمبدع البارع علي الحبسي الكابتن والقائد، يمنح الأمان والاطمئنان لعشاق ومحبي المنتخب العماني في مدرجات ملعب السلطان قابوس. لاحظ الارتماء، لاحظ الطيران من علي الحبسي أمام هذه التصويبة الصاروخية الأسترالية، لكن الحبسي يبعدها إلى أول ركنية في شوط المباراة الثاني والثالثة في هذا اللقاء للمنتخب الأسترالي للساكرز الأسترالي. خطير المنتخب الأسترالي، لا يمكن أن تمنح الأمان أبدا
يعني نلعب في الدقيقة 12، لازال الوقت طويل، لازال هناك متسع كبير أمام المنتخبين. بالتالي مطلوب الهدف الثاني للأحمر العماني. لمسة راسية سريعة فيها خطورة على الناحية اليسرى، محاولة الاختراق والانطلاق من هولمان، لكن أداء ممتاز لسعد سيل، يتدخل بأناقة برشاقة والكرة يحولها عكسية سريعة باتجاه الحوسني. السيناريو أصبح واضح الآن، مرتدات سريعة، انطلاقات يقودها المنتخب العماني من خلال المرتدات السريعة من خلال الحوسني ومن خلال أحمد حديد ومجموعة من لاعبي المنتخب العماني الحضري والآخرون، وأيضا محاولة الضغط بشكل متواصل والاعتماد على العرضيات والكرات العالية من جانب المنتخب الأسترالي، خاصة انطلاقات الجهة اليمنى للاعب ويلكشير وأيضا كارل فاليري. الثبينية خطيرة داخل منطقة الجزاء، حكم المباراة يشير إلى حالة تسلل، إذن هي حالة تسلل، راية مرفوعة كانت من الحكم المساعد الأول السيد سيد جلال محفوظ. كرة إذن فيها حالة تسلل، لاحظ الإعادة مرة أخرى أو فيها خطأ على ما يبدو، إذن خطأ كان على جوشا كينيدي لمصلحة الدفاع العماني لمصلحة محمد الشيبة. هنا أمامنا أول البدلاء، كروس عوضا عن كول، إذن هاري كول يخرج، يبدو أنه يعني هاري كول لم يعد هو الحصان الرابح لتشكيلة المنتخب الأسترالي، برغم الخبرة الكبيرة، برغم الثقة الكبيرة بهذا اللاعب من يعني الجماهير الأسترالية حتى من لاعبي المنتخب الأسترالي، لكن غير قادر ربما على المواصلة حتى النهاية. 33 عام كما قلت، المنتخب الأسترالي في طور التشبيب والتجديد. والكرة مشتركة مع خطأ لمصلحة عبد العزيز، تلقى العلاج داخل أرضية ملعب، سلامات لعبد العزيز. روبي كروس هو أول بدلاء المنتخب الأسترالي في هذا اللقاء، عوضا عن كول. روبي كروس 23 عام كما قلت، يعني الضخ وضخ الدماء الشابة بالمنتخب الأسترالي، في المنتخب الأسترالي كروس 23 عام، كول 33 عام. غادر أرضية الميدان كروس، يلعب في الدوري الألماني مع نادي فورتونا دوسلدورف، واحد من أندية الدرجة الثانية في الكرة الألمانية دوسلدورف. وهذا اللاعب الأسترالي روبي كروس يعني ينتقل إليه في مطلع هذا الموسم، يلعب لقاءه الدولي 13، سجل هدفين دوليين، هو دولي منذ انطلاقة هذا العام في 2011 فقط، كما قلت لاعب شاب 23 عام يأخذ مكانه على أرضية ميدان. عموما سلامات لعبد العزيز المحياني الذي يغادر لتلقي العلاج، سلامات لعبد العزيز، أتمنى أن يكون يعني قادر على المواصلة. وهنا الأسمران المبدع قادم إلى أرضية الملعب، النجم الكبير، النجم المتألق فوزي بشير في طريقه إلى أرضية ملعب اللقاء في أول تبديلات المنتخب العماني، في أول تبديل لبول جوين. إذن عوض عن أحمد حديد، الكل يهلل والكل يصفق لدخول اللاعب الكبير فوزي بشير إلى أرضية الملعب. ورقة إضافية الآن في يد المنتخب العماني، في يد بول جوين، استغلال مهارات هذا النجم الكبير للمنتخب العماني فوزي بشير، لاعب نادي بنياس حاليا في الدوري الإماراتي، وقبل ذلك كان مع كاظم الكويتي مع مجموعة من الأندية القطرية. كرة سريعة فيها خطورة، والحبس دائما في الموعد، دائما الحبس في الموعد، يعني حقيقة حارس كبير وكبير جدا، يعني عيني عليه باردة لعلي الحبسي، حقيقة هو حارس مثالي، أي منتخب أي نادي يطمح بأن يكون لديه حارس بهذه الإمكانيات، بهذا التألق، بهذا الإبداع. شاهدنا الرشاقة في اللقطة الخطيرة جدا للمنتخب الأسترالي بالتصويبة البعيدة والتصدي الرائع من علي الحبسي. كرة ثابتة، خطأ لمصلحة المنتخب العماني. 60 دقيقة، ساعة كاملة من اللعب، إذن أحمد حديد يغادر أرضية الملعب ليترك مكانه لزميله فوزي بشير. ربع ساعة لانطلاقة الشوط الثاني، ساعة كاملة من اللعب في هذا اللقاء. عمان هدف، أستراليا لا شيء. كرة لهدف ثاني، فوزي بشير، أول لمسة، أول لمسة لفوزي بشير الفنان في وسط الميدان، فنان المنتخب العماني في وسط الميدان. كما قلت يعني رحلة احترافية طويلة، لعب للنصر في البداية فوزي بشير للنصر العماني،
ثم الاتفاق السعودي، الوكرة القطري والغرافة كذلك، القادسية وكاظم الكويت، وحاليا بنياس أول ركنية للمنتخب العماني في شوط المباراة الثاني الرابعة في هذا اللقاء. تعود من جديد لمصلحة الضيوف، انطلاقة مرتدة، الحذر مطلوب. كارل فاليري يستقبل الكرة في الناحية اليمنى، فاليري يبحث عن عرضية، تصدي دفاعي ناجح من جديد. لازال المنتخب العماني متراس متماسك دفاعيا، وعبد السلام جمعة يبعد الكرة خارج الملعب إلى رمي التماس للمنتخب الأسترالي. ويلكشير فاليري، صف ساعة صعبة على المنتخبين، صف ساعة أتمنى أن يحالف فيها التوفيق الأحمر العماني الذي يستحق الفوز والانتصار بناء على معطيات هذا اللقاء حتى الآن. مظفر يلعب كرة طويلة، تعود من جديد أسترالية في وسط الملعب على الناحية اليمنى. التمريرة أمامية فيها خطورة، استقبال جميل جدا من روبي كروس، ترويض كان رائع، وكرة فيها خطورة، فيها لمسات سريعة. حكم اللقاء يشير لمواصلة اللعب لوجود الخطأ. الحوسني يقود المرتدة العكسية، بشير يحصل على ركنيتين، وهنا الكرة السابقة كانت يعني بين الشيبة وبين المهاجم البديل كروس، كرة كانت نظيفة لوجود الخطأ. خامس ركنيات المنتخب العماني، ملعوبة عرضية فيها خطورة، فيها رأسية تمر بعيدة. الحظ يدير ظهره، يدير وجهه في هذه اللقطة لفوزي بشير. كما قلت حرك الأداء الهجومي، زاد من فعالية انطلاقات المنتخب العماني العكسية الخطيرة. الحضري تميز بكرات ثابتة دقيقة، كرة انبرأ إليها فوزي بشير، لكن كرة مرة جانبية بعيدة عكسية مرتدة خطيرة للمنتخب الأسترالي داخل منطقة الجزاء. رقابة صارمة مطلوبة من حسن مظفر، حسن مظفر يرسل الكرة بعيدا عن منطقة الخطر على منطقة الجزاء. علي الحبسي، إثارة كبيرة في هذا الشوط حقيقة، شوط الأعصاب يعني، شوط سريع مثير ممتع، فيه خطورة، فيه محاولات، فيه لقطات من الجانبين. المنتخب العماني أضاع فرصتين، أضاع محاولتين، رأسية بشير قبل لحظات، كرة ومحاولة حسين الحضري في بداية ونطلع الشوط الثاني، لكن لازال الوضع يعني تحت السيطرة، ولازال الهدف الثاني مطلوب لتأمين الفوز والانتصار والنقاط الثلاث الأولى. فوزي بشير في الناحية اليمنى، جميل من فوزي، يعود إلى الخلف إلى زميله سعد سهيل، كرة طويلة، عبد العزيز يحاول استعادة الكرة في وسط الميدان، تصل باتجاه بشير على الناحية اليمنى، سريعة إلى عبد العزيز، نقلات قصيرة، لمسات أرضية مطلوبة من المنتخب العماني، كرة طويلة من كانو، استقبال من حسن مظفر من جديد، والعرضية داخل منطقة الجزاء ملعوبة بالرأس لكن بعيدة مباشرة. تحظى باستحسان جماهير استاد السلطان قابوس في بوشر، لاحظ الرأسية والكرة بعيدة، الجماهير العمانية تقوم بدورها، تحاول أن تؤازر وتساند باستمرار بدون توقف. ثلث ساعة على انطلاقة أحداث الشوط الثاني، 20 دقيقة مثيرة ممتعة بين المنتخبين، سريعة الأداء، فيها الكثير من المحاولات، خاصة كان الخطر يعني عمانيا، برغم من أنه المنتخب الأسترالي ربما وصاحب يعني السيطرة على الكرة في كثير من الأحيان، لكن المنتخب العماني هو صاحب الخطورة في أحيان أكثر. فوزي بشير دخوله كان يعني عامل إضافي لمنح المعنويات لزملائه ومنح الحركية لوسط الملعب، بالتالي تعزيز القدرة الهجومية للمنتخب العماني. فوزي بشير على الناحية اليمنى، فوزي يحافظ على كرته، ينقلها قصيرة باتجاه الحضري. نعم هذا الأداء مطلوب، السيطرة، أحكام السيطرة وامتلاك الكرة من لاعبي المنتخب العماني مطلوب جدا في مواجهة المنتخب الأسترالي، لتقليل يعني إمكانية المنتخب الأسترالي للتقدم، وأيضا محاولة تكسير الريتم والإيقاع الأسترالي للعب الكرات السريعة الخطيرة على مرمى علي الحبسي. فاليري الكرة سريعة أسترالية، محاولة أمامية فيها خطورة داخل منطقة الجزاء، وتداخل من جديد عن طريق سعد سهيل أو عن طريق عبد السلام جمعة، إذا عبد السلام جمعة أمامنا على الصورة ومن أبعد الكرة الماضية. محاولة أسترالية فيها حالة تسلل، بالفعل بالفعل تسلل موجود، الراية مرفوعة والصافرة كذلك تأتي من السيد علي حسن حكم هذا اللقاء، بينما الراية كانت مرفوعة من الحكم المساعد الثاني نواف موسى.
كما قلنا نذكر أنه طاقم تحكيم بحريني لهذا اللقاء مع الحكم الرابع الكويتي السيد يوسف المرزوق. كرة ثابتة بعد حالة التسلل ضد المنتخب الأسترالي. 9 منتخبات عربية من أصل 20 منتخب يشارك في الجولة التصفيات الثالثة في دور المجموعات للجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية قبل أن تنتقل 10 منتخبات للتصفيات النهائية إلى المرحلة الحاسمة. هولدر أوسيك لأول مرة في هذه التصفيات يشعر بقلق ويشعر أنه في مأزق مع أبداع عماد الحوسني، مع تألق أحمد حديد، مع فنيات ومهارات فوزي بشير وحسن الحضري، ومع ثبات خط الدفاع، ومن خلفه الحارس المتألق الحارس الكبير علي الحبسي. بول غوين أمامنا على الصورة، 47 عام، مدافع دولي سابق لمنتخب الديوك الفرنسي، 17 لقاء دولي في تاريخ هذا المدرب وهدف دولي وحيد. بدأ التدريب في عام 98 مع نادي إيران الفرنسي، درب ليون وباريس سان جيرمان الفرنسيين ودرب رينجرز الاسكتلندي. أما على مستوى المنتخبات فسيد بول غوين يعني يقود المنتخب العماني كثاني منتخب يدربه بعد أن درب أسود الكاميرون، بعد أن درب المنتخب الكاميروني. هذا جانب من الجماهير الأسترالية الحاضرة، المنتخب الأسترالي وكل جمهور يعني بطريقته يشجع ويؤازر ويناصر، لكن أعتقد أن المنتخب العماني أدى ما عليه وهو يتألق ويواصل التألق. نتمنى أن يواصل حتى النهاية، لكن الكرة طالت، الكرة طالت، كان فيها نوع من سوء التفاهم بين بشير وبين زميله في اللقطة الماضية. كرة سريعة تبقى أسترالية على الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، فيها خطورة والكرة تمر بسلام. من حسن الحظ الكرة تمر بسلام على شباك الحارس علي الحبسي. لاحظ الإعادة مرة أخرى، تصويبة ويلكشير خطيرة حقيقة، يعني حبست الأنفاس هذه الكرة، لكن من حسن الحظ أنها مرت بسلام على شباك الحارس علي الحبسي. تبديل جديد، تبديل ثاني في صفوف المنتخب العماني. إسماعيل العجمي النجم الكبير للمنتخب العماني أيضا هو الآخر في طريقه إلى أرضية الملعب. إسماعيل العجمي عوضا عن حسين الحضري، أدى مع علي حسين، هدد المنتخب الأسترالي بقوة في شوط المباراة الأول، كرتين خطيرتين، كرتين ثابتتين، واحدة أبعدها حارس المرمى والأخرى تدخل عليها مارك شوارزر وعاونه القائم الأيسر. المنتخب العماني في أكثر من مناسب في أكثر من لقطة، سواء في شوط المباراة الأول أو في شوط المباراة الثاني كان قادر على إضافة مزيد من الأهداف. 70 دقيقة، 25 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني، آخر ثلث ساعة في عمر هذا اللقاء الكبير المثير بين المنتخبين، والمحاولات الأسترالية مستمرة، أصبحت أكثر خطورة. الحذر واجب، الحذر مطلوب، والتماسك حتى النهاية هو أساس الفوز والانتصار لعبد السلام جمعة ورفاقه وزملائه على أرضية الميدان. إذن إسماعيل العجمي هو ثاني البدلاء، أوراق وازنة، أوراق حاضرة في مقعد البدلاء للمنتخب العماني. إسماعيل العجمي يعوض حسين الحضري. إسماعيل العجمي اللاعب الكبير 27 عام في رصيده، يعني حضور دولي كبير ومميز مع الأحمر العماني منذ عام 2006. 47 لقاء دولي، 8 أهداف دولية لإسماعيل العجمي في أول لمسة. إسماعيل في وسط الملعب يقاتل على كرته، يحافظ عليها لكن يسقط من جديد ليخسر هذه الكرة أمام تدخل أسترالي كان قوي من لاعب خط الوسط للمنتخب الأسترالي أعتقد ويلكشير. عموما لا زال اللاعب الأسترالي موجود على أرضية الملعب. تحدثنا عن إسماعيل العجمي، قلنا حضور قوي، هذا هو إسماعيل العجمي 27 عام، وتدخل كان من أنتوني ويليامز أمام إسماعيل العجمي. إسماعيل العجمي الذي يحترف حاليا في نادي الكويت الكويتي، 47 لقاء دولي، 8 أهداف دولية منذ عام 2006 لإسماعيل العجمي.
واللعب الرائع المتألق، بينما سقوط أنتوني ويليامز دافع القوي. دافع المنتخب الأسترالي القوي ويليامز. أنتوني ويليامز يلعب نادي الزبرو الإنجليزي، وفي رصيده 8 لقاءات دولية، 23 عام، لاعب شاب أيضا. الكل يتابع، الكل يراقب، الكل ينتظر كيف ستنتهي هذه المباراة، هذه المواجهة، وما ستؤول إليه نتيجة هذا اللقاء. الجماهير الأسترالية حضرت وكان لديها الثقة الكبيرة بمنتخبها، لا زال يعني متصدر لهذه المجموعة عموما مهما كانت نتائج هذه الجولة. في لقاءات اليوم المنتخب الأسترالي هو الضامن الصدارة في هذه المجموعة، لأنه يبتعد عن أقرب مطاردي المنتخب التايلندي قبل انطلاقة هذه الجولة بخمس نقاط. إذن لن يستطيع أنتوني ويليامز أن يتابع اللقاء. أنتوني ويليامز سوف يغادر الآن أرضية الملعب. إذن أنتوني ويليامز خارج أرضية الملعب، يترك مكانه البديل الثاني للمنتخب الأسترالي. أنتوني ويليامز إذن يصاب ويخرج ويغادر. إذن تبديل لكل أو تبديلين لكل فريق. إذن إيمرتون هو اللاعب الأسترالي القادم هي التشكيلة الأسترالية. اللاعب إيمرتون إذن يأخذ مكانه على أرضية الملعب كبديل ثاني للمنتخب الأسترالي، بينما هذه انطلاقة عمانية يقودها الحوسني. بعد لحظات من الهدوء اللقاء يتواصل من جديد، ونحن نصل إلى الربع ساعة الأخيرة تقريبا من عمر هذا اللقاء. أحمد كانو، كرة للحبسي، على الحبسي يرسل كرة طويلة، فيها لمسة رأسية من العجمي، استقبال ممتاز من الحوسني، طلب الكرة على الناحية اليسرى من جانب عبد العزيز المحياني، تصل إليه بالفعل أمامه لاعبين اثنين المحياني. اتجاه أحمد كانو، نقلات عمانية، نقلات وكرات مطلوبة من لاعبي المنتخب العماني. فوزي بشير من جديد، بشير يهيئ العرضية، استقبال بالصدر، تهيئة الكرة من عبد العزيز المحياني كان فيها فكرة جميلة، الكرة بالصدر لكن كانت قصيرة بعيدة عن الحوسني، مع بطاقة صفراء للعجمي. يدخل أرضية الملعب بحماس كبير إسماعيل العجمي في هذه اللحظات، شاهدناه في أكثر من كرة مشتركة وانطلق وقام بالتدخل أمام إيمرتون، عرقلة إيمرتون أيضا البديل الثاني، يعني البدلاء الذين دخلوا أو الذين دخلوا منذ لحظات قليلة في هذا اللقاء، في لقطة مشتركة مع بطاقة صفراء لإسماعيل العجمي قبل ربع ساعة على النهاية، أقل من 15 دقيقة على نهاية هذا اللقاء في وقته الكامل في وقته الأصلي. هدف عماني، نتمنى الهدف الثاني للمنتخب العماني. هدف دون مقابل، نتيجة حتى الآن متواصلة. عموما الحفاظ على هذا الهدف سيكون شيء ممتاز، دائما نبحث ونتمنى أن نصل الهدف الثاني لتأمين النتيجة، لإراحة اللاعبين على أرضية الميدان وإراحة الجماهير في مدرجات الملعب، في مدرجات استاد السلطان قابوس في بوشهر. عبد السلام جمعة يحصل على الخطأ، أداء مميز حقيقة، والثناء واجب على أداء الرباعي في خط الظهر. الجماهير العمانية فرحة تهلل، تقدم استعراض جميل في مدرجات استاد السلطان قابوس، وتشارك وتؤازر لاعبيها، سعيدة بالتأكيد بالأداء الكبير، سعيدة بالتقدم المستحق، وسعيدة بعودة وجه المنتخب العماني الحقيقي في هذا اللقاء إلى منافسات والتصفيات المونديالية.
لمسة أمامية لمصلحة المنتخب الأسترالي. كرة في وسط الملعب، الدقائق الصعبة المتبقية، دقائق صعبة على المنتخبين، دقائق حرجة في هذا اللقاء من خلال يعني تقريبا 13 دقيقة أخيرة. ويلكشير في عرض الملعب بالراس، تمر خطيرة، مرتب في الناحية اليسرى وضغط ممتاز، ضغط مطلوب، ضغط ممتاز. عبد السلام جمعة أداء راقي، قلت لابد من الإشارة والإشادة بأداء محمد الشيبة وسعد سهيل. عبد السلام جمعة، عيد الفارسي، اللاعبين يعني في خط الظهر حقيقة 11 لاعب أساسيين، لاعبين بديلين، الكل ممتاز حتى الآن. وكرة خطيرة، الحبسي موجود دائما وابدا، دائما موجود الحبسي. فوز بشير بالمهارة، يمر بالبراعة، يتقدم، يحاول أمام لاعبين، لكن العودة كانت موفقة لدفاع المنتخب الأسترالي في أحسن التغطية أمام فوزي بشير في هذه اللقطة. مرتم من جديد في وسط الميدان، نقترب من الدقائق الحرجة، من الدقائق الأخيرة، من الدقائق العشر الأخيرة. هولمان تمريرة قصيرة، فارسي، عيد، يحاول اللعب في الناحية اليسرى، تقدم، محاولة انطلاق واختراق إلى عبد العزيز المحياني، مراقب، متابع، محاولة الضغط من عماد الحوسني، حارس المرمى شوارزر، الكرة قصيرة في الناحية اليمنى. ويلكشير جه جيدناك، التبديل العماني الثالث والأخير قادم في اللحظات القليلة المقبلة. الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء في حالة تسلل، فيها راية مرفوعة وصافرة أيضا، الراية مرفوعة وصافرة تعلن عن وجود تسلل على المنتخب الأسترالي، بينما الورقة الثالثة والأخيرة للمنتخب العماني للمدرب الفرنسي بول غوين صاحب الهدف. الهداف القناص البارع عماد الحوسني سيغادر أرضية الملعب بتبديل ثالث وأخير للمنتخب العماني. إذن عماد الحوسني صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء في الدقيقة 20 لشوط المباراة الأول، يغادر أرضية الملعب ويترك مكانه لزميله قاسم سعيد. إذن ثالث وآخر التبديلات العمانية، بينما ذي عادل الكرة الأجمل والهدف الوحيد حتى الآن في هذا اللقاء. عبد السلام جمعة يتدخل، عيد، عيد الفارسي براعة يراوغ، مطلوب الحذر في هذه الأماكن. كرة أمامية في وسط الميدان، فوزي بشير، أول لمسة لقاسم سعيد، قاسم عودة للخلف، لمسات وكرات ونقلات بين لاعبي المنتخب العماني. قاسم سعيد إذن يأخذ مكانه على أرضية الميدان، فهو قاسم سعيد أمامنا على الصورة، 26 عام، لاعب نادي النصر. قاسم سعيد على أرضية الملعب، 26 عام، لقاء الدولي السادس، سجل هدف دولي وحيد في لقاء ودي في مواجهة المنتخب السنغالي في 28 مارس عام 2009، في مباراة انتهت بفوز المنتخب العماني بهدفين نظيفين في مواجهة المنتخب السنغالي في مسقط. قاسم سعيد سجل في ذلك اللقاء، هل يسجل اليوم في الشباك الأسترالية؟ كرة من الناحية اليمنى من جديد، ويلكشير، عودة إلى الخلف، فاليري عرضية، لكن كانو يقابلها بلمسة رأسية، أحمد كانو، وانطلاقة لمصلحة عبد العزيز، عبد العزيز محياني، عودة للخلف. المنتخب العماني استنفذ التبديلات، 10 دقائق أخيرة متبقية في عمر هذا اللقاء، في عمر الوقت الأصلي لهذه المباراة، ونتيجة باقية عمانية والتقدم باقي، أحمر عماني لإسقاط المنتخب الأسترالي، لإسقاط الكانجرو، لإسقاط الساكرز لأول مرة في هذه التصفيات المونديالية. عموما المنتخب الأسترالي يعني يستقبل في شباكه الهدف الثالث من خلال مباراة اليوم، بعد هدف من تايلاند بالمباراة التي انتهت أسترالية بهدفين لهدف، هدف سعودي بعد المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف. المنتخب العماني يسجل هدفه الأول في هذه التصفيات، لكن هدف يعني بوزن ثقيل وثقيل جدا إذا ما استمر وحيدا حتى النهاية. العجمي يستعيد الكرة لمصلحة الأحمر العماني، أحمد كانو، ضغط من لاعبي المنتخب الأسترالي، لكن براعة عمانية، مهارة استثنائية من حسن مظفر، روعة المنتخب العماني. هذه كرة من فوزي بشير، مقطوعة تعود لمصلحة مارك شوزر،
كانت لقطة حقيقة تحاكي الروعة من حسن مظفر، هذا اللاعب الموجود في الناحية اليسرى لدفاع المنتخب العماني، هذا اللاعب البارع بعد اللقطة الجميلة جدا، يعني لوب رفع الكرة من فوق اللاعب الأسترالي تجاوزه ببراعة كبيرة بمهارة عمانية، ينجح حسن مظفر في تجاوز لاعب الأسترالي في اللقطة السابقة. عموما 82 دقيقة مرت، الوقت الحرج والوقت القاتل الوقت الصعب، الدقائق المثيرة الأخيرة في عمر هذا اللقاء. روبي كروس حالات سريعة، فاليري حول اللعب في الناحية اليسرى باتجاه ماتيو مكاي، مكاي عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة كانوا يبعدها، كانوا يحولها باتجاه الشيبة محمد الشيبة إلى قاسم سعيد، مراوغة ذكية في انطلاقة سريعة لكن الدفاع يعود من جديد وفاليري يستعيد المحاولة لمصلحة المنتخب الأسترالي. لازال هناك متسع، لازال هناك وقت، المباراة لن تحسم إلا بالصفر النهائي. هذه الكرة تطول خارج الملعب، لها أن تكون نتيجة نهائية تعيد الآمال العمانية، نتيجة تفتح الباب لعودة الأمل العماني من جديد. تأهل عن هذه المجموعة في خطف واحدة من البطاقتين، أتمنى أن تكون البطاقات العربية كثيرة في الدور الثاني في هذه المجموعة، يعني لدينا حضور ثنائي عربي عمان والسعودية، في المجموعة الأولى لدينا حضور ثنائي عربي الأردن والعراق. كرة خطيرة عموما، كرة لمصلحة منتخب الأسترالي، عرضية من الناحية اليمنى ولكن الشيبة يتدخل، محمد الشيبة يتدخل ويبعد الكرة، يحولها إلى ركنية جديدة لمصلحة منتخب الأسترالي في هذه المباراة. ثاني ركنيات أستراليا في الشوط الثاني والرابعة في هذا اللقاء، خمس ركنيات لعمان أربعة لأستراليا. السلامات يبدو أنه محمد فارسي أو عيد الفارسي، أسف عيد الفارسي سقط على أرضية الملعب. سلامات لعيد، سلامات لعيد الفارسي، أتمنى أن يتابع ويواصل اللقاء حتى النهاية ليحتفل بالفوز والانتصار مع زملائه في نهاية هذه المباراة. عيد الفارسي 24 عام، عيد الفارسي مواليد 31 يناير عام 87، حقيقة إحصائية كانت خاطئة على الشاشة قبل لحظات، الركنيات هي خمس ركنيات للمنتخب العماني مقابل أربعة للمنتخب الأسترالي، وليست سبع ركنيات أسترالية مقابل ثلاث عمانية، يعني المنتخب العماني في شوط المباراة الأول فقط حصل على ثلاث ركنيات. عموما هذا مارك شوارزر حارس كبير، حارس كبير مارك شوارزر 38 عام، أكبر اللاعبين على أرضية الميدان 92 لقاء دولي، كرة عرضية فيها خطورة، اللمسة بالرأس من الدفاع العماني تعود إلى إيمرتون في الناحية اليمنى. إيمرتون لازال المدرب الألماني سيد هولدر أوسيك يحتفظ بتبديل أخير، بتبديل ثالث من المنتخب الأسترالي. محاولة الضغط من عبد العزيز المحياني، كرة تعود إلى شوارزر، 92 لقاء دولي لحارس مرمى نادي فولهام الإنجليزي 38 عام، كما قلت أكبر اللاعبين على أرضية الميدان وأكبر لاعبي المنتخب الأسترالي بالتأكيد. يمثل المنتخب الأسترالي الأول منذ سنوات طويلة وطويلة جدا، يعني قرابة 20 عام، هنا كرة تطول وتصل سالم باتجاه الحبسي مع سقوط لاعبين اثنين على أرضية الملعب. الشيبة ساقط على أرضية الملعب، سلامات لمحمد الشيبة بعد كرة مشتركة كانت بينه وبين العملاق الأسترالي جوشا كينيدي. جوشا كينيدي العملاق الأسترالي كيف ارتقى عاليا، وبعد ذلك كان السقوط من كلا اللاعبين مع تدخل يعني من كينيدي على محمد الشيبة. سلامات للشيبة ساقط على أرضية الملعب، الدقائق تمر، الدقائق تمضي، الأعصاب تزداد توترا لمحبي وعشاق المنتخب العماني. إن شاء الله النصر أول قادم للمنتخب العماني على حساب المنتخب الأسترالي في أول خطوة باتجاه الطريق السليم، باتجاه الطريق الصحيح إلى النهائيات المونديالية البرازيلية في 2014. سلامات لمحمد الشيبة يتلقى العلاج داخل أرضية الملعب بعد الكرة المشتركة بينه وبين العملاق الأسترالي جوشا كينيدي، متر و94 سنتيمتر، يعني لاعبين حقيقة لعبوا المنتخب الأسترالي بأطوال فارعة، والمنتخب الأسترالي يعني دائما كما قلنا ينحدر من المدرسة الإنجليزية، الكرات العالية، الأجسام القوية، وكرة ثابتة للمنتخب العماني مع تبديل قادم، تبديل ثالث وأخير في صفوف الساكرز في صفوف المنتخب الأسترالي. بعد لحظات سنتابع عموما هنا عبد السلام
جمعة، واحد من المتألقين في هذا اللقاء، واحد من البارعين في هذه المواجهة، واحد من صارعي الفوز والانتصار. كل لاعب قدم ما عليه، كل لاعب قدم مجهوده وكامل مجهوده. 87 دقيقة، لا زال هناك 3 دقائق من الوقت الأصلي، زال هناك وقت سيحتسب بدل ضائع. فوزي بشير، فوزي بشير يحافظ على الكرة، بينية ممتاز من فوزي، اتجاه عبد العزيز، عودة إلى وسط ملعب إسماعيل العجمي، تغيير اتجاه اللعب في الناحية اليمنى، كرة أمامية سريعة، تعود أسترالية مع كرة خاطئة يستعيدها الدفاع العماني. قاسم سعيد، قاسم سعيد أمام لاعبين، يتجاوز المنافسين لكنه يخسر المواجهة الثالثة. تحول كرة مرة أخرى باتجاه البديل روبي كراس، روبي كراس متابع ملاحق بأناقة برشاقة، يتم المطلوب بدون ارتكاب الخطأ من سعد سهيل الذي يكسب رمية جانبية من أمام البديل الأسترالي روبي كروس. كرة طويلة، استقبال بالصدر، كرة تبقى حائرة بين لاعبي الفريقين، تعود خطيرة داخل منطقة الجزاء بشكل خاطئ، فرصة كبيرة لكن العزيمة والإصرار لازال هو محور أبناء الدار، محور أداء المنتخب العماني في هذا اللقاء. الروح المعنوية العالية هي التي أعادت للمنتخب العماني الوجه الحقيقي، الوجه المشرق الناصح في هذا اللقاء. إذن أقل من دقيقتين الآن، كرة مشتركة، سلامات لإسماعيل العجمي، اصطدام مع وولكشير، اصطدام بين وولكشير وإسماعيل العجمي، سلامات لإسماعيل العجمي، يقوم ويتابع ويواصل من جديد مع أقل من دقيقتين على النهاية، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي كاملا. علي الحبسي يأخذ كامل وقته، هذا حقه طبعا، كرة ملعوبة طويلة من علي الحبسي، اتجاه الدفاع الأسترالي سهل مباشرة للحارس مارك شوارزر. كما قلت سنوات طوال جدا لمارك شوارزر في حراسة مرمى المنتخب الأسترالي، 38 عام ويلعب دوليا للمنتخب الأسترالي منذ قرابة 20 عام، منذ 18 عام بالضبط. مارك شوارزر هو حارس أساسي للمنتخب الأسترالي، 92 لقاء دولي، ومن كرة تعود أسترالية. الدقائق تمضي، اللحظات تمر، الوقت الحرج، الوقت الصعب، الثواني الأخيرة، لمسة رأسية أمامية فيها حالة تسلل، فيها راية مرفوعة، فيها حالة تسلل على هولمان الظاهر أمامنا في الصورة. كرة يعني تهدئ الأعصاب، تهدئ النفوس بعد هذه التمريرة الرأسية. لاحظ بالفعل هي حالة تسلل، راية مرفوعة، وتجاوب من حكم اللقاء السيد علي حسن مع راية المساعد الثانية السيد نواف موسى. كرة ثابتة لعلي الحبسي، ثواني فقط تفصل المنتخبين عن نهاية 90 دقيقة كاملة، ثواني فقط تفصل الفريقين عن نهاية شوط ثاني كان مثيرا، سريعا، قويا، تنافسيا، فيه امتلاك للكرة ربما نوعا ما من جانب المنتخب الأسترالي، لكن كان فيه أفضلية واضحة من حيث الفرص والتواجد الخطر على المرمى من جانب الأحمر العماني. عموما كل شيء مرة بدون تغيير في شوط المباراة الثانية، وبقي التقدم بهدف الحوسني، 5 دقائق طويلة على عشاق المنتخب العماني، 5 دقائق طويلة على لاعبي المنتخب العماني، صعبة بالتأكيد أمام المنتخبين في هذه اللحظات، هذا الوقت المقدر بدل ضائع من قبل حكم اللقاء. مرتدة سريعة، مرتدة للمنتخب العماني، فيها خطورة، 3 لاعبين أمام 4 مدافعين، لكن عودة الدفاع الأسترالي، فوزي بشير يحول اللعب باتجاه قاسم محمد إلى فوزي من جديد، فوزي بشير اللاعب البارع، اللاعب المتألق دائما وأبدا في خط وسط ميدان المنتخب العماني. لاحظ النقلات والسيطرة، هذه الثقة مطلوبة من لاعبي الأحمر العماني. قاسم من جديد على الناحية اليمنى، قاسم بينية، لوجود التسلل، لا، الراية مرفوعة، الراية مرفوعة على عيد الفارسي، وحالة التسلل موجودة أيضا، ودقيقة أولى تكاد تنتهي من الوقت بدل الضائع، وقت طويل حقيقة قدر حكم اللقاء، 5 دقائق محتسبة كوقت بدل ضائع في عمر الشوط الثاني. أحد اللاعبين سقط على أرضية ميدان الهجمة الأسترالية، الانطلاقة في الناحية اليسرى، روبي كروس، روبي كروس يحاول المراوغة والتسديد، لكن كرة بعيدة، كرة بعيدة لحسن الحظ، تسليمة كانت بعيدة جدا من روبي كروس. 5 دقائق على نهاية المباراة، 5 دقائق قدرها حكم اللقاء السيد علي حسن عبد النبي كوقت محتسب بدل ضائع. دقيقة مرت، لاعب في الدقيقة الثانية، سلامات، سلامات، سلامات لفوزي بشير، اللاعب القدير، اللاعب الكبير، اللاعب الرائع، اللاعب الذي دخل بديل في شوط المباراة الثانية، بينما هذه كانت كرة روبي كروس، مر وراوغ أمام سعد سهيل،
في واحد من اللقطات القليلة التي نجع فيها الدفاع أو الهجوم الأسترالي في التغلب على مدافع عماني. جماهير فرحة، أتمنى أن تستمر الأفراح حتى النهاية مع إطلاق الصفر النهائي. ستكون الفرحة الكبيرة للمنتخب العماني بعودة الأمل، بعودة المنتخب العماني إلى وجهه الحقيقي، إلى الصورة الحقيقية، لاعبين بارعين، جيل ذهبي مر في تاريخ الكرة العمانية ولا زال موجودا. لكن ربما يعني تكون هذه التصفيات المونديالية هي نهاية مشوار، بالتالي الكل يريدها أن تكون نهاية مشوار في الأراضي البرازيلية في 2014. هولدر أوسيك، تعابير وجه هذا الرجل يعني تتحدث عن نفسها. ردة الفعل من هولدر أوسيك أبلغ تعبير على تفوق المنتخب العماني وتفوق هذا المدرب في هذا اللقاء، السيد بول غوين وأبناؤه على أرضية الميدان، أبناء الأحمر العماني الذين لم يبخلوا بالجهد والعطاء أبدا في مواجهة الساكر، في مواجهة العملاق الأسترالي في هذا اللقاء. كرة طويلة، لمسة رأسية، عودة وتأمين الكرة باتجاه علي الحبسي. الكرة بأمان في أحضان الحارس الكبير علي الحبسي، في أحضان الكابتن والقائد علي الحبسي. كرة طويلة من علي الحبسي يحولها أمامي، فيها لمسة رأسية تعود أسترالية مشتركة في وسط الميدان. أحمد كان يقاتل عليها، إسماعيل العجمي ينجح في خطف الخطأ، ينجح في اكتسابه وكسب الخطأ. والدقائق الخمس ثقيلة على محبي المنتخب العماني، على لاعبي الأحمر، لكن تكاد تنضي، تكاد تنتهي، هي أقل من دقيقتين فقط متبقيتين. كرة أمامية من كانو، مقطوعة من جديد أسترالية، كانو يستعيدها عمانية بلمسة رأسية، قاسم سعيد يحولها لكن بشكل خاطئ، وأحمد كانو يقاتل بشراسة في هذه اللحظات، بشراسة يقاتل أحمد كانو على كل الكرات. خمس دقائق إذا قدرها سيد علي حسن، تكاد تنتهي لكن لازالت الخطورة موجودة، لازالت مباراة لم تأتي بالصافرة الأخيرة. ومجددا بسلام الكرة، بسلام، أداء كبير لسعد سهيل حقيقة، كل التحية كل الاحترام للاعبين المنتخب العماني ويستحقون التصفيق في هذا اللقاء. لاعبون المنتخب العماني الكل قاتل، الكل لعب بروح عالية جدا. أداء الغائب عن المنتخب العماني في المباراة الماضية يعود من جديد. كرة مشتركة فيها خطأ على فوز بشير. المنتخب العماني هل يرتقي إلى المركز الثاني؟ أربعة نقاط تتساوى مع المنتخب التايلندي مؤقتا. كرة طويلة، تكون هذه الجولة جولة العرب في هذه المجموعة على التسلل. الوقت تقريبا انتهى، ننتظر الصافرة الأخيرة، ننتظر الصافرة النهائية من قبل حكم المباراة لنبارك رسميا للمنتخب العماني بفوزه الأول بنقاط الثلاث في هذه المجموعة الرابعة، أول نقاط ثلاث للمنتخب العماني ليرفع الرصيد إلى أربعة نقاط. ويتوقف الرصيد الأسترالي أخيرا، أستراليا تسقط في هذه المجموعة، تسقط بالضربة القاضية العمانية الفنية من عماد الحوسني في الدقيقة العشرين من شوط المباراة الأول. أتمنى أن تمر اللحظات الأخيرة بسلام، والوقت بدل الضائع انتهى تماما، خمس دقائق مرت بالكامل. ندخل الدقيقة السادسة، ننتظر الصافرة النهائية. كرة بالتأكيد سترسم الفرحة هذه الكرة على شفاه الجماهير العمانية، لأن الأمور مرت بخير، مرت بسلام على شباك الحارس الكبير علي الحبسي. أداء يستحق التقدير وجماهير سعيدة فرحة في مدرجات ملعب السلطان قابوس في بوشر في مسقط في عمان. إذن فرحة عمانية وأول فوز وانتصار أمام العملاق الكبير، أمام المنتخب الأسترالي بالفعل. إذن ألف مبروك للمنتخب العماني، ألف مبروك لمحبيه وعشاق وأنصار الكرة العمانية في كل مكان. أول فوز عماني في هذه المجموعة، أربعة نقاط في الرصيد، عمان مبدئيا إلى المركز الثاني مع أول انتصار، وأستراليا يتجمد رصيدها عند النقاط التسع، تبقى في المركز الأول. أحبتي الكرام، ألف مبروك للمنتخب العماني، وعلى أمل اللقاء بكم في مواعيد قادمة. تقبلوا مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.